انا بغيت نحكي لكم على بزاف الناس اللي كتي لما كنحضر واحد الانكراتان بالخضره، اللي هي البصله، جوج بصلات وكفته. ها ندير فيهم دابا البزار، وندير هنا معلقه ديال الكركم عرق، هنا كنضيف الزرعة الخضراء جوج خيزو، جوج جزرات، جوج خيزوات، جوج وقرجيطة وحدة نضيفهم، نحط لكم مزيان تشاتو ليا مزيان عناصر. هنا كنضيف واحد المعلقة ديال مطيشة الحك، مطيشة مركزة مركزة، نحط لكم مزيان. عندي هنايا الكوزة، جوز الطيب بنفسجية، وعندي هنايا قليل من الزعتر. هانتوما ختي عندي هنايا لبات سالقاها في الماء والملحة، دابا غندير لها معلقة ديال الزبدة باش تبقى لينا ديك لبات طبيعيين. عندي ديك لبات غادي نسمى واحد شوية ديال البزار باش يعطيو النسمة. نتوما ختي عندي هنايا المول، غادي نفرش ليه الدنجال اللي فيه قاليه في الزبدة، نفرش هدوك الطبقات. ثم هنا عندي من بعد ما فرشت سميتو الدنجال، غادي نفرش دابا البطاطا تاهي فيه قاليها في الماء، استلقاها في الماء وقليتها بشوية ديال الزبدة. ثم عندي هنايا من بعد ما فرشت هذوك الطبقات غادي ندير دوك ليبات فوق منهم. من بعد كناخد ديك الحشوة نديرها فوق منهم، من بعد كندير واحد شويه ديال الجبن الاحمر. من بعد غادي ندير دابا الصوص بيشاميل. تخرجوا هنا من بعد ما درت داك الصوص بيشاميل غادي ندير دابا الطبقه الثانيه ديال الدنجال. خوتي هنا من بعد ما درت من الطبقه ديال الدنجال ودرت الطبقه ديال البطاطا، غادي ندير ثاني الطبقه ديال لي بات. من بعد غادي ندير دابا الطبقه ديال الحشوه.
من بعد غادي ندير دابا الطبقه ديال صوص بيشاميل والفرماج احمر. من هنا غادي ندير الطبقه ديال الفرماج الاحمر. ما غادي ندخل اخوتي الفران من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما اخوتي ها الشكل النهائي ديالو كيجي بحال هكا. هانتي نتوما اختي نجربو بسم الله. منعودش ليكم كيف يجي في البنة المزينات. نتمنى اختي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وديروا لي جيم. يلا اخوتي السلام عليكم بالصحه والراحه. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه.